سمعت بأن من أراد الحج وعليه ديون فإن حجه غير صحيح. حفظوني جزاكم الله خيرا. الحج في حد ذاته صحيح وإن كان عليه ديون، ولكن من حيث الجواز والمثل هذا فيه تفصيل. إن كان عنده مال يغطي للديون ويغطي لنفقة الحج فلا حرج عليه في ذلك، لأن وفاء الديون مؤمن، وعنده مال يستطيع لقضاء دينه ولحجه فلا مانع من ذلك ولا يؤثر الدين على الحج. أما إذا كان بالعكس عنده مال قليل لا يستطيع لوفاء دينه ومؤونة حجه فإنه يقدم وفاء الدين، ولا يجوز له أن يحج في هذه الحالة، فإن حج فهو آثم، ولكن حجه يكون صحيحا مع الإثم. جزاكم الله خيرا.